كل عام وأنتم بخير من القاهرة والناس ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. البابا توادروس في الكنيسة البطرسية يشكر يد الله الحانية. البابا فرانسيس يدعو لمكافحة طاعون الإرهاب. الرئيس يوجه بتوفير الأدوية بأسعار مناسبة. والحكومة تقرر زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة. وإليكم تفاصيل النشرة. مع بداية العام الجديد توجهت أنظار المصريون صباح اليوم إلى الكنيسة البطرسية، حيث تقدم البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساهمتها في عودة الكنيسة البطرسية كما كانت. وقال البابا في عظته خلال صلاة القداس بالكنيسة البطرسية: حينما نحتفل بإخوتنا الشهداء نرتبط أكثر بوعد الله، موضحا أراد الله أن يكرم هذه الكنيسة أكثر وأكثر، ونتذكر كل إخوتنا الذين سبقونا إلى السماء بكل فرح، ونطلب سلاما وفرحا وعزاء للجميع، كما نشكر يد الله الحانية التي أعادتها كما هي بعد هذا الحادث. وفي روما حث البابا فرانسيس زعماء العالم على العمل معا لمكافحة طاعون الإرهاب، مشيرا في كلمته اليوم الأحد بمناسبة العام الجديد إلى أن بقعة دم تلطخ وجه العالم مع بدء هذا العام، مدينا الهجوم على الملهى الليلي في اسطنبول الليلة الماضية، قائلا: أدعو الرب أن يساعد كل أصحاب النوايا الطيبة على أن يشمروا عن سواعدهم في شجاعة لمواجهة طاعون الإرهاب. وبقعة الدم هذه التي تغطي العالم بظلال من الخوف وإحساس بالفقد، كما أبدى البابا فرانسيس عن الأمل في أن يعم السلام الأراضي المقدسة، وعن الأمل في أن يملك الفلسطينيون والإسرائيليون الشجاعة والتصميم لكتابة صفحة جديدة في التاريخ. وحزن في البرازيل، حيث اقتحم مسلح حفلا في منزل بمناسبة ليلة رأس السنة وقتل 11 شخصا على الأقل، ثم انتحر في مدينة كامبيانز. وقالت الشرطة بأنه من المعتقد أن المسلح كان غاضبا لفراق زوجته السابقة والتي كانت من بين القتلى. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن ابنا للزوجين السابقين يبلغ من العمر 8 أعوام قتل هو الآخر في الهجوم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان عن ضرورة الاستمرار في تعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق. ووجه الرئيس بقيام الدولة بتوفير الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل محلية وضمان توفير مختلف أنواع الأدوية بأسعار مناسبة مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ ذلك. وأشار الرئيس إلى ضرورة الاستمرار في العمل المكثف على تحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها المواطنون، بما في ذلك استمرار تطوير صناعة الدواء المحلية وتحسين تنافسيتها، وكذلك العمل على جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة الدواء، فضلا عن نقل التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال إلى مصر. هذا وكان مجلس الوزراء قد وافق على زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة من 2.7 إلى 4.5 مليار جنيه، حتى تستطيع الوزارة تحمل تكاليف علاج غير القادرين، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار. وقالت مصادر بوزارة الصحة إن قرار الزيادة يأتي لتمكين الوزارة من تحمل نفقات علاج غير القادرين، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، موضحة أن علاج فيروس سي فقد تكلف مليارات الجنيهات خلال العام الماضي، بينما تكاليف علاج جلسات الغسيل الكلوي ارتفعت بشكل كبير، وهو ما يتطلب توفير الموارد المالية. محافظ مختلف، فقد التقى اللواء رضا فرحات محافظ الأسكندرية مواطنا حاول الانتحار من أعلى أحد مباني المحافظة، حيث صعد الشاب على مبنى ديوان محافظة الأسكندرية ملوحا بالانتحار وإلقاء نفسه من أعلى. وكان الشاب قد تقدم بطلب بإدارة خدمة المواطنين لإعفائه من رسوم إيداع دراجة بخارية خاصة، لكنه فوجئ بأن دراجة مبلغ بسرقتها وموجودة بوحدة الإيواء والحفظ ورسومها كبيرة. وقابل اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الأسكندرية الشاب ووجه ببحث حالته وإعفائه من الرسوم، حيث لم يخطر أحدا الشاب بضبط الدراجة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.